من مظاهر التوحيد في الحج التلبية التي بها يدخل ناوي الحج النسك حينما يلبي بالتوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فأهل بالتوحيد، فسمى التلبية توحيدا، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تحمل معاني عظيمة، فهي تؤكد ويؤكد صاحبها بتلبيته أنه مقيم على عبادة الله ومجيب لطاعة الله، فهي إجابة بعد إجابة، وهي إقامة دائمة على طاعة الله. وهذه التلبية هي في الحقيقة تحقيق للإنقياد لله سبحانه وتعالى في هذا العمل وفي هذه العبادة، وتأكيد للخضوع لله سبحانه وتعالى والمحبة والإنقياد والبقاء والدوام على عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. لبيك لا شريك لك، فهو ينفي أن يكون شريك، أن يوجد شريك لله فيما أقدم عليه من العبادات والطاعات، وفيها الحمد لله، فيها الحمد، إن الحمد والنعمة لك، ففيها بالاعتراف بالمحامد لله سبحانه وتعالى والنعم، والاعتراف بالملك لله، إن الحمد والنعمة لك والملك. فكل هذا من أنواع العبودية ومن أنواع التوحيد لله سبحانه وتعالى. والحاج حينما يلبي يستشعر هذه المعاني العظيمة ويستحضر أن كل ما يسمعه، ما يسمع تلبيته، فإنه يخضع ويلبي، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر حتى تتقطع الأرض منها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وشماله. فهذا كله مما يجعل الملبي يستشعر في تلبيته أن ما حوله أيضا يلبي ويحقق هذا المعنى.